طيب احنا لو عايزين نعمل فحص الارض بتاعنا ونشيل من عليه الباد سيكتور اللي عليه، هتيجي كده تكتب في خانة جوجل البحث، تكتب فيكتوريا، برنامج اسمه فيكتوريا، هيجي لك يظهر لك كده تمام، فيكتوريا اس اس دي لو انت هاردك اس اس دي تمام. هتيجي تتك هنا كده، طبعا انا كنت منزله قبل كده يعني، فانا يعني بقول لك بس هتبحث عن الاسم ازاي يعني اسم البرنامج، وهتبدأ تفتح لك الصفحة تعمل له داونلود من عليها تمام بالشكل ده كده، هتقول له داونلود من هنا كده تمام، او ممكن من على موقع اسمه فايل هورس، ممكن من على موقع اسمه فايل هورس، تفتح على طول تكتب كده في خانة البحث، تكتب فايل هورس اهو عنوان الموقع اهو، تكتب فايل هورس بالشكل ده كده اهو تمام، وتيجي تفتح الصفحة دي هيحمل معاك اهو، هتكتب له في خانة البحث اللي فوق ده اهي، اكتب له فيكتوريا، فيكتوريا بالشكل ده كده، تقول له سيرش، هيبدأ يجيب لك البرنامج اهو برضه، تروح جاي ضغط له هنا جنبه هنا داونلود وتبدأ تحمله عادي خالص مفيش فيه أي مشكلة. طيب كده احنا حملنا البرنامج، البرنامج لما بينزل بينزل بالشكل ده كده اهو، ملف مضغوط هنا اهو، البرنامج بينزل ملف مضغوط بالشكل ده كده اهو، فيكتوريا قدامك اهو، هنفتح الملف، هو اصلا يعني مش محتاج تنصيب، انت بتفتحه كده اهو، فيكتوريا بيفتح معانا اهو بالشكل ده، وهتيجي تشغل اللي هو الامتداد الاي اكس اي، البرنامج اهو ما بيحتاجش تنصيب هو بيفتح على طول كده، تروح جايين له يس كده، فتح البرنامج معانا كده، البرنامج فتح. طيب دلوقتي انا عشان اعمل بقى فحص الهارد بتاعي من البات سيكتور، البرنامج ده ممتاز في الموضوع ده. اول حاجة اول خانة هتقابلك دي كلها معلومات الهارد اللي عندك، الهاردات اللي عندك، طبعا انت عندك هنا بيقول لك ان انت في عندك هارد اهوت، بشوف دي بياناته قدامك اهي، يعني ده كده الهارد اهو بالبيانات بتاعته كلها بمش عارف ايه تمام. تمام طيب عندك نضغط على سمارت عشان نشوف حالة الهارد، تيجي تضغط كده تكة كمان هنا كده، طبعا دي لو ما جاتش اخضر يبقى الهارد ده يعني فيه مشكلة او تمام. المهم فاحنا هنا الهارد اللي احنا عايزين نعمل عليه تشيك، تختار الهارد بتاعك، بعدين نيجي على خانة اسمها تيست ريبير، دي اللي تهمني بقى، تفتح لك التابوت ده، انت من فوق من هنا تضغط على تيست ريبير، يفتح لك الصفحة اللي قدامك ديت تمام. اسم الهارد بتاعك تحت اهوت، اسم الهارد بتاعك اهو، مش متأكد ان هو ده اسم الهارد، خلاص اللي هو هارد 500 جيجا ويسترن ديجيتال قدامك اهو. هتيجي هنا بقى ركز هنا في الخانة دي كده، هنا مديك تلات اختيارات فيريفاي وريد ورايت، البرنامج اوتوماتيك عامل لك على ريد تمام، انت هتخليها ثابتة على ريد كده لما هتيجي تعمل بحث. طيب عندك هنا مديك تحتهم اربع اختيارات، اول اختيار ده هيبقى مع ريد، يبقى ريد الاول اهي، وبعدين مع اجنور، بيقول لك انت هتعمل لي سيرش على البات سيكتور بس هتتجاهلها، انا بس عايز اعرف هو موجود بات سيكتور ولا لا، بس مالكش دعوه بيها مش هتعمل حاجه، هو بس هيعرفك. طب لو انا اخترت ريز، خلي بالك عشان كل واحد يبقى ريد معاها ريز، دي معناها انت هتعمل لي بحث عن البات سيكتور في الهارد وهتمسح البات سيكتور دي لو لقيتها، تمسحها خالص تشيلها. طيب لو انا عملت ريماب، برضه هي ريد ثابته اهي مع ريماب، خلي بالك ريماب معناها ان انت هتاخد البات سيكتور اللي موجوده على الهارد بتاعي دي تخليها في اخر الهارد، ارميها في الاخر كده عشان ما تاثرش على فتح وقفل الهارد، وتخلي الهارد سريع في فتح وقفل، بس هي موجوده بس هتبقى مزويه في ركن كده في الاخر. طيب عندك الريفريش دي اللي هو يعني بيحاول ان هو يعالج لك الموضوع ده ماشي، بس هو بقى ايه في الغالب احنا هنستخدم، هتبقى هتستخدم اريز لو انت عايز تمسح البدات دي خالص من على الهارد وبيعمل بحث، او ريماب لو انت عايزها تدنها موجوده بس يرميها لك في الاخر.
طيب الاختيار بقى اللي هو بيجيب من الاخر اللي هو رايت بقى، لو انا عايز اختار رايت هنا كده هطلع فوق اختار رايت هنا، رايت دي بقى اللي هي هنا كده دي بقى معناها ان انت بتقول له رجع لي الهارد ده تاني اكني لسه شاريه بكيسه دلوقتي، هيرجعه لك تاني ضبط مصنع من الاول وجديد. يعني شوف بس هيمسح لك من عليه كل البيانات والداتا اللي عليه. طيب عايز اقول لك كمان ان هو لما كان على ريد ماشي وانت هتعمل اريز يفضل ان انت تكون عامل نقل البيانات بتاعتك اللي عليه، عشان هو لما يعمل اريز هيمسح لك جزء من البيانات دي، ممكن يمسح لك جزء من عليها فتفقدها برضه. ففي كلتا الحالات طالما هتعمل تشيك على الهارد يبقى في الحالة ديت يعني تحافظ على بياناتك او خد نسخة من بياناتك، وبعد كده بتروح جاي ضغط له على اسكان وبتسيبه يروح جاي بقى ايه شغال مع نفسه يبدأ يعمل اسكان ريد اهيت، واحنا نخليها هنا ريماب ماشي، وبعدين هنقول له اسكان تمام. طيب دلوقتي الفحص شغال معانا اهوت على الهارد بعد ما ضغطنا على زرار اسكان ماشي، دلوقتي اتحول اهو ماشي ودلوقتي الفحص شغال اهو. دلوقتي لو جينا نبص قدامنا هتلاقي فيه كده بعض الحاجات، تعالى كده اما نشوفها مع بعض. هنا انت عندك هنا هتلاقي في العلامة البيضاء ديت في بدات بتعد معاك اهيت على عدات هنا على العدد هنا اهيت العلامة دي باللون الابيض ده، دي ما تزعلش يعني دي حاجات عادية، واللي هي اللي تحتها اغمق شوية برضو دي بدات برضو ما تزعلش قوي يعني عادية يعني عادي، حتى لو لقيتها ما بتأثرش قوي على الهارد اللي هي باللون ده. في باللون الاغمق شوية عمال يعدها قدامك اهي برضو عادي ما تقلقش ما تزعلش قوي برضو البدات دي. الاخضر والبرتقاني دول برضو عاديين يعني لو طلع فيهم مش خطر قوي يعني مش شرسين قوي. الاحمر بقى الاحمر والازرق، الاحمر ده شرس والازرق ده الوحش الكبير بقى يعني ده لو طلع بقى تزعل بقى على الهارد بتاعك. هنا شوف بسم الله ما شاء الله بالصلاة على النبي، شوف بعدد 31 لحد دلوقتي باد سيكتور تمام اللي هو بيجي لك بقى باللون الازرق ده، اللون الازرق ده قدامك اهو هو كده بيعد اهو بيجيبه لك بالشكل ده كده. طيب دلوقتي وهو بيعد هتلاقي هنا كده فوق الرقم الكبير اهو، وتحت كده الرقم اللي تحت اللي باللون الاحمر ده بيتغير، الرقم اللي تحت ده معناه ان هو لسه عمال يعد اهو لازم يوصل لنفس الرقم اللي فوق، يعني لما تلاقي الرقم اللي تحت وصل زي الرقم اللي فوق يبقى كده هو خلص. طيب دلوقتي بقى هو بيعمل سكان اهو، بتسيبه بقى يعمل سكان براحته على حسب الهارد وحجم الهارد اللي عندك اللي بيعمل عليه سكان تمام، على حسب ما هياخد المده، يعني لو الهارد صغير هيخلص معاك على طول، الهارد كبير هتروح تعمل لك كوبايه شاي بالنعناع كده وتقعد ايه تظبط نفسك كده بالراحه تشربها في الروقان، وبعدين تبقى ترجع له بقى ايه على ما يكون خلص. طيب فاحنا منتظرين ونكمل لما يخلص ان شاء الله. دلوقتي احنا خلصنا البحث او البرنامج خلص البحث بتاعه كله ماشي وطلع بقى دي النتيجة اهيت وكل حاجة تمام. طيب كده ده الشكل لما خلص البحث بتاعه ماشي اهيت، دي كمية البيانات اللي هو طلعها والعدد الاجمالي طبعا 57، وده من النوع الخطر جدا يعني لو لقيته كده يعتبر يعني الهارد بيقول السلام عليكم يعني ماشي وداعا الى اللقاء ربنا يسترها يعني. طب تمام وكده بيكون البحث بتاعنا خلص هوت كده عدوا تمام وخلاص على كده كده بقى ايه المفروض هنطفي بقى الجهاز خلاص كده تطفيه تمام. طيب